أهلا وسهلا بكم في صندوق العجائب. رجاء اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة. سوف نستمع الآن إلى قراءة الأستاذ لوكسمبرغ لصورة القلم. ابقوا معي حتى أنتقل بكم للشاشة. سترون النص الذي يمكنكم تحميله من الرابط تحت هذا الشريط. وهي بالتسلسل التاريخي الصورة الثانية. نرى الأرقام في أقصى اليمين، ميم يعني الصورة مكية، اثنين يعني التسلسل التاريخي، 68 يعني التسلسل الاعتيادي، الواحد رقم الآية، ثم الخط العربي هذا الرسم الإملائي، وبعدين في الوسط الرسم العثماني، ثم في أقصى اليسار الخط الرسم الكوفي، بلا تشكيل بلا نقاط، حتى نرى كيف مكتوبة أكثر المخطوطات بهذه الطريقة. الآن نطلب من الأستاذ كريستوف لوكسمبير أن يشرح لنا كيف يفهم هذه الصورة. تبدأ الصورة بنون والقلم وما يسطرون. الآن هل سنتكلم اليوم عن الأحرف المقطعة أم نكرس لها حلقة مستقلة أستاذ لوكسمبير؟ لأنه أنت نعم، عندك، هذه بحاجة إلى حلقة مستقلة. خلاص، إذا نحن نترك الأحرف المقطعة إلى الحلقة القادمة بإذن نعم، الله، لكن لأنه أنت لك بحث طويل طويل، وأنا استعملته حقيقة في كتاب الأخطاء اللغوية في القرآن، استعملته بالكامل ورأيت أنه ممتاز جدا، فهذه نترك لحلقة مستقلة نعم يا الآن. رفيق، مش هيك؟ مش نعم هيك؟ تمام، عفارم عليك عفارم عليك. الآن نحن إذا نحن اليوم سنتكلم عن والقلم وما يسطرون، هل عندك ملاحظة خاصة بهذا الخصوص؟ نعم، أولا بالنسبة ممكن نشرح بطريقة موجزة حرف النون. أنا كتبت أنه في لا أستاذ لوكسمبرغ، احنا قلنا كل الأحرف المقطعة سنكرس لها حلقة مستقلة، كويس، خلاص لا خلاص، وإلا سيكون في تكرار هنا. والقلم وما يسطرون، هل عندك ملاحظة على لا هنا طبيعي، هنا الواو يتبين فيها منها أنه واو القسم، نعم نعم والقلم طبعا القلم هو الواسطة للكتابة، وسيلة الكتابة، وما أيوة يسطرون منها السطر بمعنى الكتابة، ما يسطرون السطر سطر، سطر نعم سطر، وما يعني وما يكتبون. ما يكتبون، صحيح. تمام، على فكرة قراءة مختلفة، تقرأ بالصاد بدل بالسين. بالنسبة لللفظ ما فيش فرق، لأنه طالما في حرف مفخم طا، السين بطبيعة الحال تلفظ كالصاد، فممكن كتابتها أيضا بالصاد. أوكي، على كل هناك قراءة مختلفة هي بالصاد نعم، وما يسطرون. هلا الآية الثانية تقول: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نعم، مفهومة عربيا، لكن المجنون تعني فيه هنا بمعنى الجن، يعني الجن سريانيا جنا تعني سترة، والجن يعني فيها وجود أرواح غير منظورة مختفية، مثلا نعم سورة الجن تتكلم عن ملائكة وليس عن شياطين مثلا، اوكي، بس يعني يعني مجنون هي مفهوم. كائنات غير منظورة. نعم، بس يعني مجنون معروف ان مفهوم بالكلمة العامية، واحد مجنون يعني فاقد العقل او مسيطر صحيح عليه يوميا، الجن، لكن هو بالحقيقة مسيطر عليه الجن. انه يسكنه جن. تمام
تمام، يعني مسيطر على الجن. مسيطر على الجن، صحيح. Obsédé par par le jin. أو possédé tout simplement. Possédé أو oui possédé أصبر. صحيح. صحيح كلامك صحيح. الآن ننتقل إلى الآية الثالثة. نعم. الآية الثالثة: وإن لك لأجرا غير ممنون. الأجر طبعا معروف، إن كان سريانيا أو عربيا هو نفس اللفظ الأجر، ولكن ممنون ما فهموا شو معناه لأنه كلمة سريانية، الصيغة عربية صحيح، ولكن الفعل سرياني. نعم. والفعل هو من بمعنى نعم. عد. نعم. منيانة تعني العدد. غير ممنون كيف فهموها المفسرون؟ نعم. فسروها بمعنى أنت لست بحاجة أن تشكر ربك لأنه أنت تستحق هذا الأجر. نعم. ليس هو هذا المعنى. نعم. يعني غير ممنون موجود في بغير تعبير بدون حساب، يعني بدون حدود. أيوة أيوة. غير معدود. أيوة. يعني غير محدود هنا. معدود أيضا يعد. نعم. غير نعم. محدود موجود في القرآن في آية أخرى إذا ممكن تشوفوا لي وين، لكن قرينا حاطين نقط خاطئة، راحوا قرينا غير مجذوذ، حاطين عدالين نقط، وهذا شيء غير معقول. هو مقصود فيه عربيا غير محدود وليس غير مجذوذ. إيه بس هنا إحنا كلنا ثانية واحدة ثانية واحدة لازم أنا أدخل شغلة هنا باراجراف أنسري ثانية واحدة الحاصلة هلا إحنا إذا الآية تقول طيب الآية تقول إذا ما أنت برعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. كيف فهمت ممنون إذن؟ أنا عندي ممنون يعني منقوص محسوب، هكذا فهمت. لا، ممنون تعني معدود سريانيا. معدود. معدود يعني من تعني عدة. غير ممنون غير معدود يعني بدون حساب. صح. ايوه هو هي فهمت في قواميس اللغه العربيه منقوص او محسوب، هكذا فهمت. هكذا غير فهمت. يعني ممكن ان اعبرها بهالطريقه، لكن المعنى الحقيقي هو بغير حساب غير محسوب. ايوه أستاذ جميل، حاول توسع النص من تحت، نقص وسع النص علشان يبين كامل من تحت، اعمل في الحركة نقص. أيوة هيك عفارم عليك، هيك عفارم عليك، خليك هيك. أيوة بس لازم ترجع لنا. أيوة هنا عفارم عليك، هيك مش هيك، يعني غير ممنون. طيب يعني بدون حساب. لا انت كتبت بدون حسان استاذ جميل، انت كتبت بدون حساب، اكتب اذا كان ممكن بدون حساب. غير معدود بدون حساب. نذكر لكم كيف فهم هذه العباره بلاشير، ريديس بلاشير، une rétribution exempte de tout reproche. هذا طبعا غلط. فهمت. احنا مش هنهتم كيف المترجمين، احنا يهمنا ازاي انت تفهمها. فهمت؟ لانه هذا هو مهم، احنا مش عايزين نسال بلاشر كيف فهم، هو يفهم اللي يريده، هو يفهم اللي يريده، احنا ما عندنا مشكله معه. هلا احنا الايه الرابعه بتقول وانك لعلى خلق عظيم. ايوه وانك على خلق عظيم. نعم.
ما فيش عليها ملاحظة خاصة إلا إذا كان عندك ملاحظة خاصة. أسألكم كيف فهم المفسرون خلق؟ يعني أخلاق، أخلاقك عظيمة. لا مش بهالمعنى، تجي بمعنى النصيب. الأخلاق السريانية تعني فصل وتعني النصيب. طيب أستاذ فريم، في أسباب النزول يذكر عن عائشة هذا القول: ما كان أحسن خلقا من النبي، ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال لبيك، ولذلك نزلت هذه الآية. أنت تفهمها وإنك لعلى خلق عظيم، يعني أنت ذو نصيب عظيم. نعم، سريانيا تفهم هذا المعنى. الخلق كما تفهمه عربيا أصبح لهذه الكلمة هذا المعنى صحيح، لكن سريانيا مفهومها النصيب. أوكي طيب، احنا هنكمل الآية الخامسة: فستبصر ويبصرون. فستبصر ويبصرون، هذا ما عندناش عليها ملاحظة خاصة. لا، مفهومة عربية طبعا، مفهومة. هلا الآية السادسة: بأيكم المفتون. هنا في مشكلة، في مشكلة بالنسبة لأيكم. أنتم تتخيلون أنه عربيا ممكن القول أيكم؟ هذا عربي؟ ما المفهوم من هذه الآية؟ في أيكم طيب، هناك طيب، بأيكم المفتون، يعني هنا فعلا في خطأ. حرف الباء ثم أنت في أيكم المفتون. نعم، لا بي لا مش غلط، لكن أيكم الغلط، يعني التنقيط. هنا حصل خطأ بالتنقيط في المرحلة الرابعة. وأنت إزاي إذا تفهمها؟ ثاني ياء غلط. طيب، يسموه تصحيف، يعني وضع النقط الخاطئ يسموه العرب التصحيف. طيب، إذن تقرأها إزاي؟ التعبير السرياني موجود باللهجات العربية الحمد لله. نقول أي واحد، وفي سوريا يقولوا أين واحد. أينكم يعني أي منكم، المفتون يعني المجنون. هون يستعمل القرآن مرادف للمجنون المفتون. أيوة، المفتون أو المفتول، يعني يلي راسه مخه مفتول، مفتون. أيوة، أنا أقترح تصحيح أيكم بأينكم. أيوة، معنى أي منكم. أيوة طيب، هذا طيب، ذكر خطأ حصل بالتنقيط في المرحلة الرابعة. فأنت إزاي تقرأها إذن أستاذ فريم، أستاذ لوكسمبرغ؟ بأيكم ستبصروا ويبصرون بأينكم، لأنه أين تبقى كما هي، لا تقول بأيني. أينكم يعني الباء ما فيش جر، هم بحرف الجر. بأينكم، أي منكم. لو كان عربيا كان المفروض تقول بأي منكم المفتون، يعني من منكم هو المفتون أي المجنون. بس انت كيف استاذ فريم، استاذ لوكسمبورغ، حذفت الباء؟ الباء موجوده. لا انا ما نحذفها، بقول لك الباء لا اثر لها على لفظ اين، لانه سريانيا اين لا تلفظ بالكسر. طيب، تلفظ اينكم وليس باينكم. لا، ما هو النص العربي موجود الباء، كيف انت تقدر؟ انا ما نحذف الباء. لا طيب، خليها الباء، لكن طيب، رغم الباء ليس هناك كسر بالنسبة للفظ أين. أين تبقى أين، يعني ممكن تقول عربيا ممنوع من الصرف. يعني أنت هتقرأها بأينكم المفتون. نعم، هذا صحيح. يعني بمن منكم المجنون. نعم،
من منكم يعني هو حقيقة المجنون؟ يعني مثل ما تكون مجنون بليلة ممكن هيك، لكن يعني إذا متهمينك بأنت مجنون راح نشوف مين حقيقة هو المجنون. أيوة في أينكم الموجوعة. هنا أستاذ فريم، هنا أستاذ فريم فهمت كما يلي: خطأ حرف الباء زائدة. لا مش زائدة، مش زائدة. خلينا أكمل لك شو كتبوا. أنا لا أثر عليها على الإعراب، بالنسبة للإعراب أوضح لك شو أنا كتبت في ملاحظتي وبعدين إحنا نعلق عليه نشوف شو رأيك. هم كتب حرف الباء هنا زائدة والصحيح أيكم المفتون. وللخروج من المأزق رأى البعض أن النص ناقص وتكمله بأيكم فتن المفتون، ولكن قد يكون هنا غلط في مفتون وصحيح والفتون أي الجنون، والباء بمعنى في كما في القراءة المختلفة. هناك قراءة مختلفة في أيكم، هناك قراءة مختلفة في أيكم، وعندها تكون الآية مستقيمة في أيكم المفتون. وقد فسرها الجلالين بأيكم المفتون مصدر كالمعقول أي الفتون بمعنى الجنون، أي أبيك أي أبيك أم بهم الجنون كما وفسرها المنتخب كي فعن قريب تبصر يا محمد ويبصر الكافر بأيكم الجنون بأيكم الجنون. شفت عليك فهموها هم. وفهمت معنى مفتون تعني الشيطان. بأيكم الشيطان هو صحيح، أما قلنا أنه هي مرادفة المجنون، والمجنون هو اللي ساكنه الشيطان. صحيح مش غلط الشرح صحيح. هذا جاء في تفسير ابن تيمية ممكن صحيح. على كل هذا ما رأينا يعني. إذن هم إما تقرأ في أيكم الجنون يعني من منكم مجنون، مش هيك أستاذ؟ نعم صحيح صحيح، لكن هنا واضحة اسم مفعول مثل مجنون مفتون نفس الشيء، يعني الصيغة هي عربية اسم مفعول مجنون ومفتون نفس الصيغة، لكن مفتون هي مرادف لمجنون، لأنه فتنة أيضا في مرادف لها فتلة يعني فتلة رأسه. أيوة بمعنى أيوة. المجنون أيوة لم يكن مفتون. أوكي إذن حنكمل إحنا الآية اللي بعدها. ملاحظة صغيرة بالنسبة لشرحهم بأيكم لا تكتب بالياء أين كما تكتب بياء واحدة وكسرة بتكون صح بأيكم، لكن مش بأيكم مستحيل. فإذا الكرسي الثاني ما كانش لقراءة الياء وإنما لقراءة النون السريانية بأينكم وليس بأيكم. يعني بأينكم المفتون يعني بمن فيكم الجنون، المعنى مفهوم. أنا أتكلم فقط نحويا صح يعني لغويا. لا تكتب بأيكم عربيا صحيح بأين. كلامك سليم، كلامك فإذا سليم. معناته أن الكرسي الثاني بعد الياء أول ياء هي نون سريانية وموجودة باللهجات العربية. أين يعني أي واحد أي شخص أينكم يكون صح مش غلط. بأي منكم يعني بأي منكم المعنى مفهوم طبعا بأي منكم لكن لا تكتب بأي أين. صحيح كلامك سليم 100% كلامك سليم 100%. إذن أقترح قراءة بأينكم أي يعني بمعنى طبعا أين بس أنا أوضح هنا فقط نقطة إنه قراءة مختلفة لأنه اصطدموا بهذه الكلمة فقرأت في أيكم والمفتون قرأت كمان بطريقة أخرى
الكوريات الفتون، الفتون في أيكم الجنون، في أي يعني يعني يستبدل في جنون. وعلى كل حال هو مرادف صحيح مش غلط. إيه ويعني بدل مفتون كتبوا الفتون، حذفوا الميم. ممكن كمان صحيح. هيك هم فهموها، هيك هم فهموها. طيب هلا نكمل الآية السابعة، أن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هل عندك طيب هل عندك ملاحظة ضل طيب احنا لن نتكلم عن الالتفات او غيره، هذا موضوع نعم. اخر عايزين واضح عربيا هنا يعني الايه هذه واضحه عربيا. ضل حاد عن الطريق صحيح، حاد عن الطريق المستقيم على سبيل المهتدين. ايوه حلو جدا. هناك مقارنة لهذه الآية في المزامير أستاذ إفريم. نعم. أستاذ لوكسمبرغ. المزمور الأول الآية السادسة تقول فإن الرب عالم بطريق الأبرار وإن إلى الهلاك طريق الأشرار. تمام كويس. هذا يعني مقارنة بين الآيات، هذا مقارنة بين الآيات. الفكرة من وين جاي يعني أو تشابهها. نعم. تشابهها. طيب. نكمل. فلا تطع المكذبين. هذه ملهاش، انا ما عنديش ملاحظات عليها الا اذا عندك انت ملاحظه. لا طبعا واضحه عربيا. فلا المكذب تطع. هو غير المؤمن الذي لا يؤمن بالله ولا بالحق، هو المكذب. طيب الآية الأخرى ودوا لو تدهن فيدهنون. أدهن سريانيا تعني تنعم. هو ودوا بمعنى رغبوا. بس بالعربي دهن يعني احنا بنقول في اللهجة ادهن له. يعني فيها أي معنى؟ ادهن له يعني الويغرس لابات. هي نفس المعنى موجود عاميا، نفس المعنى دهن. أيوة. دهن. وفهمت دهن لنا دارا. دارا. تأتي أيضا بهذا المعنى حسب النص طبعا. ودوا لو تدهن فيدهنون يعني أن تداريهم فيدارينكم فيدارونكم. ممكن أيضا، لكن سريانيا مبتدي بمعنى الدسم، إذا واحد دسم يكون بمعنى السعيد، ممكن تأتي بمعنى السعادة بالمعنى المجازي. إيه بس هنا هكذا فهمت، إنه هناك معنى فهم إنه دهن لنا دارا. نعم. لكن ممكن أن تأتي أيضا بمعنى الإفادة، يعني أنت بتستفيد إنه هم يستفيدوا مثلك. تمام هو نفس المعنى، ما هو لنا مشان هو يعني. يعني مثل ما تقول ان راعي هالمعنى تقريبا. نعم. مثل اغنيه فريد راعيني كراط راعي كراتين. فهمت علي يعني؟ نعم. بهذا صحيح. وتشوفني بعين اشوفك باثنين. صحيح. علي بهذا المعنى، بهذا ويس. المعنى كويس. هلا الايه. نعم. العاشره استاذ ولا. نعم. تطع كل حلاف مهين ولا تضع كل حلاف مهين. مهين فهمت بمعنى قليل حقير، وحلاف كثير الحلف. هل عندك ملاحظة على هذا الفهم؟ لا الحلاف صحيح كمان، هو صحيح أنه الأصل سرياني حلف بمعنى قوى كلامه. أيوة. والحلاف هو طبعا اللي يحلف يمين، والمهين هو تعبير عربي قرآني يعني ما له مقابل بالسرياني. أيوة هو قليل حقير هم فهم. ممكن يعني هذا المفهوم العربي صحيح. هناك يقولوا هان الود عليه، هان عليه يعني صار شيء مش مهم، إنه الود أغنية عبد الوهاب هي صح. هان يهونه.
هماز مش هماز مشاء بنميم، هذه عندنا مشكلة. طيب هماز فهمت بمعنى، أشرح لك زي فهمت حسب ما وجدت أنا، هماز يعني مغتاب، مشاء مغتاب مغتاب يعني يغتاب يغتاب ومشاء فهمت بمعنى يسعى بنقل الأخبار، ونميم تعني يعني نميمة يعني بينشر النميمة والوشاية والوشاية نميمة. صحيح النميمة معروفة بالعربي هذا المعنى. صحيح بهذا المعنى. هل عندك ملاحظة على هذا الفهم أستاذ؟ الهماز ممكن الهاء أن تكون تخفيف العين سريانيا، عماز بصير هماز، بمعنى الغماز أي المتهكم المستهزئ. لأنه كلمة غماز جت في مكان آخر. نعم لكن عندنا صيغة ثانية. أيوة أيوة. يعني لأنه هي الغماز أصلا من الحاء. أيوة. تصبح خاء وممكن الحاء تصبح هاء. فإذا الهماز ممكن تأتي بمعنى الغماز بمعنى أيوة. المتهكم. هم بيقولوا همزه يعني اغتابه اغتابه. إذا تحب نشوف كم مرة جات، بس مش ضرورة مشان ناخذ أكثر استفادة ممكن. لكن هو أصلا غمز العين يعني أشار بعينه إلى شيء بالتهكم. أيوة 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 فهمت. فطبعا تعطي هذا المعنى المجازي. أيوة لكن أيوة بالأساس أيوة. لها علاقة بحركة العين الغمز. أيوة أيوة أيوة. هناك آية فقط للإشارة، وقل رب يعوذ بك من همزات من همزات الشيطان، وفي آية أخرى ويل لكل همزة لمزة. هذه غير شرح لهمازة وهم بعدين نرجع لها، مش مشكلة، خلينا نكمل على نفس طيب. السكة هلأ الآية 12، مناع للخير معتد أثيم. هذه واضحة يمنع الخير. مناع فعال صيغة سريانية لكن دخلت باللغة العربية يعني يمنع الخير يعني يمنع الخير، هو لتوكيد لتقوية اسم الفاعل يعني المانع مناع، مثل ما يقولوا عندنا بالعربي لا يرحم ولا يخلي رحمة ربك ينزل. صحيح مناع للخير معتد أثيم واضح. طيب هلأ الآية 13، عطل بعد ذلك زنيم. هنا وقعنا في مصيبة. هنا وقعنا في مصيبة. عطل أقول لك شو كيف فهمت وكيف أنت فهمتها، أنا مذكور عندي. عطل جاف غليظ زنيم الدعي الملصق بالقوم وليس منهم، أو هو ولد الزنا أو الشرير، ويقترح لبسر بير قراءة عال وليس عطل، عال بدل من عطل، أسوة بالآيات الأخرى، في آيات أخرى بيقول عال، ويقترح لوكسمبورغ قراءة بدل زنيم، اقترحت أنت رتيم. بمعنى ثرثار أو يتكلم بدون وضوح بدلا من زنيم، بمعنى الهذي يعني يتكلم كلام بدون عقل. أيوة عفارم عليك، أنت هيك فهمتها. نعم. هل أنت ما زلت على هذا الفهم أم أنت غيرت رأيك؟ عال تعني متكبر. أيوة أيوة عجرف. أيوة. عال ولذا أيوة. الكرسي التاء هي عبارة عن ألف كما شرحت آخر مرة. أيوة كويس يعني يسموها أيوة. باللاتيني ماتر لكسيونيس. أيوة أيوة على أيوة. الألف وليس أيوة. عال 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 يعني متعالي متعالي متكبر عالي مش عطل. لا لا عال. طيب منيح. هلا الآية اللي بعدها. طيب زنيم، انا وقعت على معنى كلمة زنيم بس نسيت كيف قرأوها اليهود كلمة زنيم. على كل هنا الآية الأخرى أن كان ذا مال وبنين، ها
هل هناك قراءة مختلفة أستاذ؟ لا مش هيك، أنا أشرح لكم أول ما معنى أن هو حرف إشارة لكن يدل على كلام مباشر، يعني الكلام المباشر يبتدي بحرف إشارة، سريانيا يكون د د دال بمعنى هذا، يعني ما يلي. فإذا لأنه مربوطة في كلمة رتيم مربوطة فيها مباشرة، رتيم أن أي قائلا، يعني رتم مرادف لرطنة، ورطنة تعني هبى وتكلمت كلام فارغ يعني بدون فهم. رتيم مثل ما ذكرت آخر مرة فعيل، يعني مبدئيا اسم مفعول، ولكن رتيم يعني فعيل ممكن أن تأتي أيضا بمعنى الفاعل، يعني راتما رتيم قائلا، قائلا ما يلي أن له مال وبنين، يعني يدعي أن له مال وبنين. أيوة بس أستاذ لوكسمبرغ أعطيك القراءات المختلفة، تحب تسمع القراءات المختلفة؟ قرأوا قراءات مختلفة، أأن أو إن أو لأن واعتبرت الآية ناقصة، يعني المنتخب تاع الأزهر يعتبر الآية ناقصة لأنه كان ذا مال وبنين. وهناك مقارنة مع مزمور 49 الآية السابعة، إنهم على ثروتهم يتكلون وبوفرة غناهم يفتخرون. هذه المقارنة بين الآيات، لكن هنا فهمت أن مش صحيح، لأنه أن سريانيا واضحة تدل على كلام مباشر، يعني ادعاءه هو الرتيم الذي يهذي أن له، يدعي ما له، أن واضحة. أوكي. على كل هذه الآية هي مشكلة، صحيح فعلا مشكلة ما فهموها من أساسها، لأنه مثل ما قلت لك أنه المنتخب تاع الأزهر لأنه كان ذا مال وبنين، مش صحيح. لم يروا أن هنا كلام مباشر. أيوة فهمت للمتكلم، يقول فهم. ما يلي يعني رنيم يتكلم، يعني يهذي ما يلي، بما يلي له مال وبنين، أن يعني بأن له. هل الآية اللي بعدها إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين؟ هنا أعطيك القراءة المختلفة أستاذ لوكسمبرغ ذا تريند. أئذا قرأت أئذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وفهمت إنها ناقصة وتكملتها لأنه كان ذا مال وبنين. لا هنا لا المعذرة إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أإذا تتلى عليه آي، لأنه هنا هيك فهموها. أنت شو رأيك بهذه القصة؟ أنا ما لا أرى أي داعي لتغيير القراءة الحالية، إذا صحيحة، لماذا أإذا؟ ما في أي داعي للقراءة أإذا. إذا طبعا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، بس بمعنى عندما، يعني لماذا ما لا أقول عندما، نفس الشيء. على كل وجود قراءة مختلفة يعني أن هناك مشكلة في النص. صحيح أنهم لم يفهموا هذا النص، فهم قرأوها أإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير، يعني هو مش ضرورة يضيفوا الألف مع الهمزة. أنا لا أرى داعي لقراءة آئدة. طيب هل إحنا وقعنا على كلمة أساطير؟ ماذا أنت تفهم بكلمة أساطير؟ أنا أعتقد لها ممكن شرحين سريانيا. شطورة بالشين تعني خرافات،
أي. لكن السطر عربيا تعني كتابات. طيب هل لها علاقة بالكلمة اللاتينية واليونانية ستوريا؟ لا أعتقد، لأنه عندنا هذه حصل حولها جدل، أعتقد أن ستوري لها علاقة لا، إلا إذا كان العكس، لكن سطر تعني كتبة منها السطر. ما هو أستاذنا لوكسمبرغ، ستوريا هي كتابة، كتابة نعم. التاريخ. فإذا حصل، لاحظ أحيانا هناك كلمات سامية دخلت باللغة اليونانية واللاتينية ولكن ما حدا اعترف بها، لأن المستشرقين عادة عندهم إلمام طبعا باللغات الإندو أوروبية ولا باللاتينية واليونانية، ولذا لم يروا علاقة بين اللغات اليونانية واللاتينية واللغات السامية، مع أنه في ذلك العالم القديم كانت علاقات ما بين العالم الأهرامي والعالم الغربي، يعني أكيد حصل اختلاط، مش ممكن أنه لا أنه نفصل 100% أن اللغات اللاتينية واليونانية عن اللغات الأهرامية. بس أستاذ أوكي، أعلم لن أجادلك، هذا رأيك وأحترمه. فسرها معجم المعاني ما سطره الأقدمون، وقد جاء ذكر هذه الكلمة في القرآن 9 مرات، أساطير جاءت 9 مرات. نعم. طيب هنكمل الآية 16. نعم. سنسمه على الخرطوم. هنا وقعنا في مشكلة، هنا وقعنا في مشكلة، يعني ماذا تعني نسمه؟ ماذا نعني سنسمه؟ سنجعل له سمة وعلامة. هو صحيح، لك شو عشان الكلمة سريانية شام، ومنها بالعربي شامة، الشامة مثلا الحبة على الجلد يسموها شامة. أيوة. شام تعني علامة. صحيح، أيوة سريانية. والشام ممكن أن تعني أيضا جعله نقطة، لكن عذاب بمعنى العذاب. ما هو من هنا كمان جاء باللغات الغربية سيميوتكس. سيميوتك، شوف كويس، فهمت علي؟ صحيح فهمت. هكذا فهمت أن لها علاقة بهذا الأمر، سيميوتكس، فهم علي؟ وهناك هل الخرطوم، هنا مشكلة الخرطوم، وقعنا بالخرطوم. هل الخرطوم على كل حال هي لا تلفظ سريانيا حرطوم وليس خرطوم، يعني بالفتحة وليس بالضم، كما أيوة. تلفظ باللهجات العربية اليوم خرطوم، ما حد يقول خرطوم. أيوة. طيب هل الخرطوم ماذا تعني بالسريانية الحرطوم؟ بالفرنسية لا جول. يعني لا. فأي حيوان كان، إن كان خنزير أو غيره أو فيل، طبعا حاليا يعتبروا فقط الفيل عنده خرطوم، لكن كل ثمع حيوان يسموه حرطومة، يعني ممكن يكون خنزير. فهون تهكم، هون تعبير تهكم على هذا اللي يهذي بفمه. أيوة، يعني يعتبر أيوة. هذا الفم مثل فم حيوانات، مثل فم الخنزير اللي بيعمل يسكرته ما يقولوا ويفهم إلى قول، يعني يسكر خرطومك، يعني بدل فمك. سنسمه، سنعلمه على الخرطوم هنا، يعني يعني طبعا يعني تقريبا حط له، يعني بمعنى ابتلاه بشيء. شام بالسريانية. أيوة أوكي، ابتلاه بقروح. طيب. يعني أيضا شام. طيب هلا سنبتلي فمه بقروة بحيث أنه لا يمكن أن يتكلم بهذا المعنى. أو بس أستاذ لوكسمبرغ، تعرف أنه بعلموا الحيوانات على ذينهم أو على جلدهم مشان يعرفوا هذا الحيوان ينتمي لأي قطيع، فهم علي؟ يعني هنا ممكن، يعني نحن سنعلمه على، يعني نطع علامة على خرطومه، يعني نسمه بالسمة.
لا أعتقد، لأنه المرجع هو كلامه الفارغ اللي يدعي أنه مش بحاجة لربه لأنه عنده مال وبنين، مع العلم أنه طبعا هو ربنا اللي يعطي المال والبنين. فهذا الكلام يعتبره هدي، ولإنهاء هذا الكلام، لوضع حدود لهذا الكلام، سنضع على فمه، يعني سنسم على فمه شيء خلي ما يتكلم بالطريقة. يعني هذا الجواب على ادعائه أنه هو مش بحاجة، يستغني على الله لأنه عنده مال وبنين. ما هناك آيات أخرى تقول سماهم على وجوههم، يعني علاماتهم على وجوههم. صحيح، يعني السريانية نفس الشيء، نحط له علامة على أنفه. ممكن تكون علامة، لكن العلامة ماذا تعني هنا؟ يعني أنه ما هو يدمغه تعرف؟ صحيح، لكن ممكن يعمل دمغة على يعمل له دمغة. تعرف العبيد كانوا حطوا عليهم علامة مشان يعرف إنه هذا مين صاحبه. أنت ممكن تشرحها بهالطريقة، ما فيش مانع، لكن ممكن تشوف اللي ما سبق قوله بأنه لا يستغني عن الله لأنه عنده مال وبنين، يعني مش بحاجة لربنا. جواب القرآن طالما هو يتكلم هالكلام راح نسكر له الكلام، يعني فعلا ما يتكلم هالكلام الهدف. يعني مثل ما يقولوا سد له سمه. تمام، سد له سمه. سد بوسه. سد بوسه، حلو جدا. هلا الآية 17، نتوقف هنا عند هذه الآية وسوف نعود لكم لنكمل سورة القلم. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة.